العافيه يا معلمه. خلاص في الموتوسيك السوداء كتير عجبتني. هيدي الموتوسيك بتسافر شيء؟ بدي موتوسيك بتحب تراب الوطن ما بتحب الهجره، بس انا بدي موتوسيك بس روح لانزل ما روح بسيرفيس وبس روح فيها ما ارجع مشي، يعني بدي اياها ما بتسافر. فسر لي خي شو يعني بتسافر؟ ما بتعرف شو يعني ما بتسافر؟ لا انا رح اقول لك شو يعني بتسافر. شرفت مقاسك بموضوع الموتور، جبته صفيته تحت البنايه، قمت الصبح بعتو على الشغل، رحت مشي. بتحمل انت كامل المسؤوليه. بهالحلقه رح اخبرك انا كيفيه استرداد الموتوسيك مع انواع حراميه الموتوسيكلات، كيفيه تفادي سرقه الموتوسيك محل معين. عندك اول نوع من الحراميه هو النوع يلي بيكون غير مجهز، هذا بيكون عنده النيه للسرقه وزلمه محترف سرقه ولكن ما بيملك المعدات، في نط مثلاً بيستأجر موتو ومسدس للقيام بعمليات السرقة. هذا بروح بيبرم إذا شفته عم يسرق لك الموتو، أنا برأيي تغض النظر لأنه الموتو بترجعه أنت ما بترجع. أنت ما بترجع لأنه هيك لان هم الفرد اللي معه والموتوسيكل اللي مستأجرون، يعني هيداك بيعلقوا على العمود أنت ما فيك تعلقوا على العمود. اللي مأجروا الموتو والمسدس فبكون هيك لان هم الزلمة إنه أنا في حال حتعرضت لشيء بيكون عم بفكر بتعول المسدس والموتوسيكل مش عم بفكر فيك أنت ما بتعني له. فهون بتغض النظر أنت لأنه هو ممكن الموتوسيكل يترجع ولكن انت روحك ما بترجع، بتروح بس. عندك النوع الثاني، هذا بيستعين بصديق، بفوتوا على محل معين بيسرقوا الموتوسيكل، واحد بيراقب برا واحد بيكون موجود جوا عم بفك. هلا في حل الموتور كان نوعيه قديمه، يستعمل مفتاح يسمى بالكاليبرا، هذا بيفتح على كل الموتوريات، ساحر بكون بيستعمله. الكاليبرا هو نوع من المفاتيح بفوت على السنان، يعني هذا بده يكون ضريب سن اللي عم يضرب، بيكون مخ خبير حسب كل موتور كم تكه لجوا، مش مين ما ضرب كاليبرا يعني ضرب كاليبرا، هذا بده يكون محترف، مش مين ما حطه بفوت يعني. في عندك النوع الثاني اللي هن الموتوسيكلات اللي بتكون جديده، هيدي على البصمه، هذا بفيش اسود على احمر، كمان بيكون خبير بالتفيش، بفيش شرطان، كهربجي الصبح. الاستعانه بصديق هو بيطلع على الموتوسيكل المسروق، بيطلع وراه بيضرب اجره هداك، هي ضربه الاجر كمان فيها احتراف. لانه هذا ممكن يقطرك على الاوتوستراد بسرعه 60 كيلومتر بالساعه، هذا بيضرب اجر على الموتور الوراني، انت بس بتثبت الموتوسيكل واللي ورا هو بيضرب اجر بيقطرك، ممكن يوصل لسرعه 60، يعني هذا نسبه الهروب تبعه كتير سريعه. عندك النوع يلي بياخد ريفو، هذا بياخد ريفو بيقوم الصبح بيلاقوا معه موتوسيكل، لا انا ولا انت ولا هو بيعرف كيف معه موتوسيكل، مش هو اللي راح سرقها، هي الحبه راح تسرقتها بالليل. بيكون حدا يتعاطى المخدرات ببلش على مستوى كبير بالباز، بينتقل الى الهيروين، من بعدها بينتقل للريفو، بس يوصل لمرحله الريفو عليك السلام، يعطيك العافيه. اذا طارق ريفو ممكن يقرط الموتوسيكل تبعه له، يعني هذا بيقوم الصبح معه مصاري ما بيعرف كيف، معه موتور ما بيعرف كيف، اذا حتى لو بتساله هو ما بيعرف، بدك تسال الحبه. في عندك اللي بيشتغل بشكل فردي، هذا زلمه بيتنقل على اجرب المنطقه، هذا ممكن يسرق اي حدا، يعني حتى من تحت البنايه من عندهم بيسرق، ما عنده مشكله ابدا، بنشوفهم دائما على وينيه الدوله يضرب من جديد، هذا كل يوم بيضرب، ما في عنده فرصه، ما في عنده ما بيعطل، هذا ممكن يجره، هذا عنده القدره انه يجره، ما عنده مشكله، عنده قدره يفيشه وعنده القدره يستعمل الكاليبرا، هذا بيكون متعدد المهمات، مالتي تاسكر، مش بحاجه لاي معدات، مش بحاجه لاي شيء الا في حال وجود قفل، ولكن القفل لا يقف حاجز امامه. في عندك هذا اللي بيعتمد على المراقبه، هذا جوال بيكون عم بيمر بالمنطقه معه الموتور تعولته، بشوف موتور بيراقبه بيلحقه، ما فيك تترك الموتور تطلع توصل غرض على البيت مثلا، لانه كمان بيكون معه معاون، مجرد ما انت طلعت مده اللي بيطلع فيها على انت بتطلع فيها على الدرج تترك موتورتك تحت، هو بده نص الوقت لقرط الموتوسيكل، ما فيك تترك الموتوسيكل بلا ما تقفله، ما فيك تتركه مفتاح بقلبه او تكون مستعجل، فهذا بيكون على البارد المستريح بينزل بدور بضله فلل او بيلحقك على البيت، بشوفك وين بتصفه، بيدرسك جغرافيا ومن بعدها بالليل بتنزل مكتوع على الشغل بتروح مشي. القاسم المشترك بين كل هول خبيطة انه معظم الموتوسيكلات اللي بتنسرق هي تستبدل بمخدرات، معظم اللي بيخبطوا موتوسيكلات هن بيروحوا على الهونجار، الهونجار اللي هو مركز التصريف للموتوسيكلات، ممكن ياخذوا بداله مخدرات، في عندك شباكين حدك سوبر ماركت، بتفوت بتخلص من الهونجار بتفوت دغري على سوبر ماركت تشتري المخدرات تاعولك.
عندك النوعيات المهدده جدا بالسرقه. هذا على فكره الموتوسيك القديم بتبدل بربع جرام باز، ما له قيمه. بتروح على القيمه، بتروح على الجي ار لانه سعره مرتفع عاده بالسوق بين 300 وال 400 وقت يروح يبيع. عندك الاولد فري واي وتستعمل في عمليه السلب لانه هيدي هينه بالبتوينات، بحبوها سريعه وهينه بالبتوينات، بيستخدمها للسرقه وسوقها كبير، يعني توصل بين 600 و700. هذا هدف كثير، انا بنصحك ما تجيب منه. كيف يعني بالسوق اولد فري واي بدك تنتبه، اذا حمل لك كيس خضره على الطريق ومره محدك اولد فري واي بدك تنتبه. ليه؟ لانه ممكن يروح كيس الخضره كمان. اللي بسافر هني عائلة ماكس، عائلة ماكس، أن ماكس، تي ماكس، وأكس ماكس. هودي بيوصلوا قبلك على العراق، بكون أنت مشتهي تروح على العراق، هو بيوصلوا قبلك. يعني بكون أنت بتمني تعمل باسبور بالأمن العام وتسافر، هو بسافر قبلك بلا باسبور. استعارة مش موجود، هذا بياخدوا على طول، ما في عندهم استعارة. يعني ممكن يسوقوا مجاعس بسوريا وأنت هون بلبنان قاعد. إنه عادي شفت واحد حدا طول عمره بسوق بارك وبس فجأة بيوصل عنده التي ماكس، هذا ما مش رح يرجع صاحبي. ولا لأي سبب. هذا المهاجرين مهاجرين يرجعوا بتقولون لتبع البرازيل مش للتيماكس. يعني بفضل انه هو ما تجيب منهم، حتى لو كان هو الموتوسيك الحلم تبعك. بلا هو قابل للاسترداد، ولكن في حال هذا الموتوسيك بدك تسترده مثلا عن هيك عن تيماكس 4000، تدفع 4000 ممكن تروح لتجيبه وترجع بلا ال 4000 كمان. هلا عندك طريقة استرداد الموتوسيكلات. اولا بتكون مشبك انت مع خبيط الموتوسيكلات بالمنطقة، بدكم تعرفه، عندك معارفك، عندك اتصالاتك، في حدا قرط الموتوسيك، في حدا خبيط موتوسيك، بتحكي معه بيقول لك بعرف فلان، بيعطيك رقم تليفونه بتدق له، بكون انت مسروق الموتوسيك. اهلا ابن عمي، اهلا ابن عمي، بلش فكر ب 300 وطلوعا. بعد اهلا ابن عمي بتحكي معه بتقول له انه في موتوسيك بمواصفات معينه، بقول لك اعطيني ساعتين. هذا الزلمه بيشتغل عليك سيكولوجيا، بعد ساعتين ما بدق لك، بتضطر انت بما انك محروق على الموتوسيك ترجع تدق له. بس تدق له بقول لك ابن عمي صار عندنا خيوط صغيره على الموتوسيك. زلمه بكون عم يشتغل بقول لك انه ليك عم باخذ مكفيه، عم باخذ مكفيه، انا ما الي بهالقصص، ولكن انا كرامتك وكرامت اللي عطاني حرامي هذاك اللي عطاك امه، بقول لك كرامته، بقول لك اعطيني بعد ساعتين وبحكي انا وياك. هلا ممكن هو بس يقول لك هيك يكون قاعد على الموتوسيك، الموتوسيك اللي لك بعد ساعتين كمان ما بدق لك، لانه مثل ما حكينا بيشتغل عليك سيكولوجيا. بتحكي معه بقول لك ابشر، ابشر يعني دفعت، ابشر بيعطيك موعد، بيقول لك انا حكيت مع الجماعه، ولكن يا ابن عمي هودي الجماعه بدهم 300 دولار او 400 دولار، صدقني مش جايين شيء، صدقني مش جايين شيء، كانوا عم يجيب اغراض للبيت هو على الموتوسيك، الموتوسيك تبعك، بتروح لتجيب الموتوسيك. هلا اذا ناقصه ستوب، ناقصه ضوء قدام، معلش طنش، لانه مش رح تعلق على قصص بايخه، فمن هي انت دافع 400 ودافع حق الموتوسيك قبل، فما تعلق عليهم اذا بتريد. في عندك الطريقه الثانيه اللي هي بتحاول تكون قانوني وبتروح عند ابو جودر على المخفق، فبتقول له انه سرق الموتوسيك، واذا بتريد بدي افتح بلاغ عمل معروف، بيقول لك يعني نصيحتي انا وابن عمي وانت حبيبي، بس نحن مش من ضمن نطاق المنطقه، فما في اخدمك بشيء، انا برايي تفاوض. يعني هذا الزلمه بمحل معين مفكرنا كلنا عباس ابراهيم وبنعرف نفاوض، بيقول لك فاوض، بتقول له بس انا بحب امشي بالقانون، بيقول لك راحت الموتوسيك. هلا ممكن يكون معه رقم اللي بتفاوضه كمان، ما في مشكله، لا بس بقول لك فاوض، خيي شوف ليك ما قريب علينا. بتروح انت بترضخ للامر الواقع، هيك بتكون رحت فوضت عبر الدوله، انت حدا محل معين حامي حالك، مفاوض قانوني بتروح انت. يعني انت بتكون عم مسرق موتوسيكلك، وخاصه اذا عائله تي ماكس وما صح له يسافر، ممكن انت عم تنبش يجيك اتصال، لانه ممكن سياره الموتوسيك جارك مثلا، فبيقول لك انه الموتوسيك موجود ولكن حقه 3000، بتقول انت الموتوسيك حقه 14 15 الف، ندفع 3000 ومجيبه. بتروح لجيب الموتوسيك، تلتقي بمنطقه غير خاضعه على القانون، يعني ما فيك تروح انت وحدا، بتروح لحالك، ممكن تجيب الموتوسيك ممكن ترجع بلا 3000، فيها مخاطره. في عندك الطريقة المتبعة جدا اللي هي بيكون بيقول لك الخبيط بالمنطقة بيقول لك روح على الهونجار، الهونجار انت ما عندك خبر، بدل لك وين هو، الهونجار هو محل في بقلبه كل انواع الموتوسيكلات، الموتوسيكلات اللي رح تنبش عليها انت ولاد عمك ورفقاتك، بكون كل موتوسيكلاتهم هونيك. بتروح بتلاقي السماسرة، بفكر حالك فايت على النافعة، في سماسرة بقى، هودي ما تدخل فيهم لانه هو بطربشوك، ولكن ما فيهم يقربوا صوبك لانه هذا الهونجار بتكون مجرد ما انت فايت عليه انت حدا محمي، فايت نبش على غرضك. بتفوت لجوا بتلاقي موتوسيكلات اكثر من شركة سوزوكي وهوندا بقلبه، اكيد بطبيعة الحال كلهم بلا فيبرا او مخلوع من قدام. بتفوت نبش على موتوسيكلك، في حدا بيساعدك هونيك حتى كمان بنبش معك على الموتوسيكل،
اذا ما لقيتها بقول لك ابن عمي خد لك وحده روح وتعا فيها ب 200 احلى ما تروح مشي. يعني ممكن تاخذها انت تطلع لجارك بس مغيرين لونها. هلا هو هذيك بيكون معلمه بيعرفه، بتكون انت مبعصت هونيك ومبعصت مع جارك، ما لك عين بدك ترد له الموتوسيكل. هيدي سرقه موتوسيكلات بعتاد نحن زعلنا حلقة الماضي، انا قلت لك ما بقبل استدرج لاي محل. هيدي بتصير بمناطق لا تخضع لسلطة القانون، مش عم نحكي عن الضحية لانه بتعرف انا بالضحية قليل. انا تدسر لي بالضحية، هذا المطرح انت ما شايف. اشرفية، رابية، عين التينة ومنطقة بربوك، هيدي عين التينة انت بتحمل مسؤوليتها. موتسيك هذا موتوسيكل بس يكون بالمناطق اللي قلنا لك فيها قانون. اللي ما فيها قانون. انا الموتوسيكل معلش هاي اسمح لي فيها، لانه انا ابن ابدا، انا ابن المنطقه اول شيء، عندي علاقاتي بالمنطقه مع خبيطه الموتوسيكلات، في صداقه صغيره مع الهونغار، صداقه صغيره يعني عندي حدا بالهونغار الي، هذا حدا الي بالهونغار، وكثير صعب كتير صعبة لأنه أنا حاطت إفل يو، بتعرف لا إفل بيجي بالدولاب، هذا ما بينفك.